بون بريمي شوز ربي يحفظكم على الاستضافه هذه، ميرسي بوكو. كان اندماج تاعي سهل بالنسبه للنادي الافريقي باسكو تونس دوكا عندي برسك دو زاني فيها، نعرف المونتاليتي تاع تونيزيان كيما الجيريان سي كيف كيف. وكانت الاندماج تاعي سهل في النادي الافريقي اللي عملوا فيا كونفيونس، ومام في الجروب اللي دخلت بريمي جور دوزيام جور كان بعض لي جوار لعبت ضدهم في النجم الساحلي، كنت في النجم الساحلي لعبت برشا ضد برشا ملعبيه في الكلوب افريكان. كانت الانديما سهل اكاو. بعد التجربه تاع النجم الساحلي اللي كانت متوسطه برشا بالنسبه لي وبالنسبه لكل الناس، اللي كانت فيها بعض المشاكل اللي صراو لي تماك في النجم الساحلي، خيرت الكلوب افريكان باسكو شفت الكوتش منتصر الوحيشي اللي نحيه بالمناسبه، اللي عطى فيا الثقه تاع 100% اللي كلمني وهضر معايا بكل اريحيه وعطاني فيا الثقه، وانا نمم بالكوتش اللي يدير فيا الثقه. مشيت للكلوب افريكان اللي من اعز ليزيكيب في تونس، نادي الشعب. الاتصالات اللي مشات مع الكلوب افريكان، كنت انا ماشي لوجهه اخرى اللي كانت عندي وجهه اخرى مش في تونس، كنت ريزيليت الكونترا تاعي مع نجم الساحلي. كلموني بعد في الكلوب افريكان بروبوزاو لي، واش قالوا لي واش صرا حديث بيناتنا. انا العفسه اللي خلاتني نجي للكلوب افريكان اللي هي الكوتش اللي عطى فيا الثقه وكلمني، مام بعد لي سيبورتور اللي بعثوا لي ميساج وعملوا فيا الثقه، وان شاء الله نرجعها لهم الثقه هذه. ما نقولوش تعاني من عقم هجومي، بالك ديزوكازيون اللي جاو بالك ما تمشاتش مع لي زاتانكون، بالك ما مشاتش مع من كانت، باسكو كي تشوف كلوب افريكان عندها صبر خليفه وياسين شماخيل سي بون جوار في تونس، ما نقولش ما نتكلموش عليهم. ان شاء الله نكون قد لا كونفيونس اللي عطاوها لي، وان شاء الله نقد نكون الترحيب اللي عطاوه لي سختو الشعب اللي عطى لي الترحيب برشا بزاف، وان شاء الله نكون قد لا كونفيونس اللي عطاوها لي ان شاء الله. نو لا كونكيرونس ما نقولش كونكيرونس باسكو صابر خليفه اللي من الاحسن من انجبت في تونس الكره القدم التونسيه في لي جوار، وشما خي تاني كي خويا تاني ماموما الاول اللي دخلني في الجروب في النادي الافريقي هو صابر خليفه. تمت اتصالات باسكو بالك هادو ما يعرفوهاش المحبين كلوب افريكان، كان عندي انا اتصالات كي كنت في النصر حسين دايم مع الكلوب افريكان قبل ما نجي للنجم الرياضي الساحلي، اللي كان البريزيدون الاكس بريزيدون اللي كان ما كانش كانوا ممنوعين من الانتدابات، اللي مشيت انا النجم الساحلي قدمت فتره خايبه شويه لتماك، مي بون عاود رجعت للكلوب اللي كلموني مع الاول، وان شاء الله نقدم لهم الاضافه ان شاء الله. ما مشاتش الامور في النجم الرياضي الساحلي، كانوا عندي برشا مشاكل، الادابتاسيون جاتني شويه مع الاول صعيبه، بعدك رجعت والفت اقلم ترجعت كورت على روحي. اللي يقول لعبت عامين في النجم الساحلي، انا لعبت عام وخمس شهور في النجم الساحلي، اللي هي عام نعطيكم اختصار برك، عام وخمس شهور هذوما 5 موات دو كورونا، جات كورونا كي لحقت انا لو 1 جانفي، موراها 15 جور جات كورونا، ريحنا 5 موا من غير بطوله. ومن بعدك العام اللي وراه مشينا العام اللي وراه رجعت لعبت 5 ماتش تيتولار، عاودت رجعت، ومن بعدك الباسبور تاعي وفى، مشيت للجزائر نجدد الباسبور تاعي اللي لامامو يتجدد في 4 ايام، وانا ريحت فيه 2 موا، راتيت 14 ماتش، عاودت رجعت كورت ماتش، عاودت مرت بالكورونا وفالعام، هذا هو عامي تاعي. اللي يقول لك كورت عامي في النجم الساحلي، هذا هو عامي. انا كي نحسبوا شحال كورت في النجم الرياضي الساحلي، كورت سي ماتش. اكاو
ظروف لي هما من كاين نقول له شبه مسؤولين، مش مسؤولين، شبه مسؤولين، ما خلونيش نرتاح في ليكيب هذه. وال اي كوتش يجي للنجم الساحلي في باله هذه ويحتموا عليه باللي رضوان زردوم ما يقدرش يلعب، هاي كاو ما نقدرش نزيد لكم فوق هذه. شكون المسؤولين؟ معناها خلينا على الاقل جمهور اللي هما على بال، هما على بالهم. نقدر نقول حاجه برك انا باسكو انا تربيت الحاجه اللي تصرف في الجروب تقعد في الجروب، هكا تصرف في الجروب تقعد في الجروب. نقدر نقول حاجه، حسبي الله ونعم الوكيل. كاو بون سمحت في بون كانت وي سمحت في 350 مليون تونسيه اللي هي دي سالير تاوعي واش كنت نسال الكل. لحقت انا وين وي موا نف موا ما خلص وجامي شكيت، صبرت 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 وما داك سي بون مع المشاكل اللي صراو لي مع شبه مسؤولين هذوك اللي نقول لكم عليهم هكا. وال 40% هاد ال 40% جامي شفت واحد يدير يزيد لي الاميا بيديروا له 40%. شنو تعليقك على العمليات هذيك؟ صحيح غلط؟ شنو مش صحيح؟ باسكو علاش لي 40% هذوما ما يمشوش؟ باسكو جوار ريزيدي الامياب، جوار ريزيدي الامياب، هذا جوار ما ماشي مبيع، ماشي جوار تباع. وكان جوار تباع يقدر يدير لك 40% 50% 100%، بصح جوار ريزيدي الامياب امبوسيبل تكون هذه. بصح سمحت في 395 مليون، سمحت في 395 مليون. بون على حكايه عمر جمل سمعت بها، بعتوها لي برشا اصدقاء قالوا لي باللي هاو عمر عمر. بون انا عمر كانت عندي علاقه معها طيبه، كانت عندي علاقه معها جي طيبه، كنت بالقدر والاز وما داك لقيت روحي لقيت هضر كلايم ماشي في بلايستهم، كفاهم كي لقى الكلايم ماشي في بلايستهم. بون انا ما جاوبتوش، بون لي فو بروفيل هما اللي جاوبوه، انا والله ما جاوبتو ما بعتلوش باسكو عندي انستغرام واحد ما عنديش فيسبوك. قلت له ما بعتلوش ما حبيش نجاوبو، مي بون نجاوبو انا تو باسكو نقدر نقولو حاجه. اللي يقول حب ليكيب ما يشكيش بليكيب 4 فوا ولا 5 فوا. انا هني اجنبي سمحت في ليطوال، سمحت برشا فلوس. واللي حب ليكيب ما يقولش ما يشكيش بليكيب. والكلام الكلام خليه يتكلمك حاجه، واللي راه حاب يدخل يخدم في ليطوال مش برضو نزردو. السلام عليكم. علاقتي باللاعبين الجزائريين في البطوله التونسيه جي طيبه باسكو نتعرفوا من قبل، كورنا من قبل، الكل الكل الجزائريه اللي لعبوا في البطوله التونسيه الكل نتعرفوا، الكل اصحاب، والكل الكل جاونا امريكا. طوغاي وزين الدين بوتمان اللي كوروا معايا برشا في ملي كنا صغار، ملي كان في عمرنا 9 سنين حتى 19 سنه ولا 9 سنين حتى ولا 20 سنه اللي كنا اخوه. بعد كل واحد وين مشى، كل واحد وين كتب له ربي مشى، مازال حتى دوكا علاقتنا بيان. وان شاء الله انت ان شاء الله نعاودوا نتقابلوا في المنتخب الوطني ان شاء الله. بون الكونتاكت باش تعرف مكاتب ربي، كل واحد وين كتب له ربي. البوتمان اللي جا ماشي باش اللي طوال مشى مشى للكلوب، وانا كنت ماشي للكلوب مشيت لي طوال مكاتب ربي هادية. وهاي عاودت رجعت للكلوب الاول اللي كان عندي كونتاكت فيه اللي هو كلوب افريكان نادي الشعب.